مجموعة من الأخبار الرياضية في سياق الملف الرياضي التالي. ودع ممثل بلادنا في لعبتي الجودو والسباحة منافسة دورة الألعاب الأولمبية 2016 المقامة حاليا بمدينة ريو دي جانيريو البرازيلية بعدما فشل في تجاوز الأدوار الأولى. وكانت السباحة نوران بامطرف دشنت مشاركة اليمن في أولمبياد ريو السبت الماضي بخوضها منافسات 100 متر سباحة فراشة ولم تتمكن من التأهل من الدور الأول، وجاءت في المركز 43 في الترتيب العام من أصل 45 لاعبة لتودع بذلك المنافسات. وتختتم بعثة بلادنا الرياضية مشاركتها في الأولمبياد يومي 15 و16 من أغسطس الجاري بخوض منافسات ألعاب القوى، حيث تشارك العداء حنين ثابت في سباق 100 متر، وينهي العداء محمد راجح مشاركة اليمن بخوضه سباق 1500 متر. اختتمت بمحافظة المحويت منافسات البطولة التنشيطية للملاكمة لفئات الناشئين والشباب والكبار التي نظمها فرع اتحاد الملاكمة ومكتب الشباب بالمحافظة بمشاركة أكثر من 10 لاعبين من مختلف أندية المحافظة. وأسفرت منافسات البطولة عن فوز اللاعب خضري الخضري بفئة الناشئين بالمركز الأول وزن 52 كيلوغرام، واللاعب عبد الإله الصادي بالمركز الأول لوزن 49 كيلوغرام فئة الناشئين، بينما ما فاز بالمركز الأول وزن 57 كيلوغرام فئة الشباب الملاكم أسامة دهمان والملاكم علي البرحاني بالوزن 60 كيلوغرام فئة الشباب. وفاز الملاكم عبد الحميد العزب بالمركز الأول وزن 57 كيلوغرام فئة الكبار، وفاز عبد الباري المحويتي بالمركز الأول كبار لوزن 60 كيلوغرام. وفي ختام الحفل تم تكريم الأبطال الفائزين في هذه البطولة والمشاركين فيها ولجان التحكيم. فجر المنتخب العراقي مفاجأة مدوية بتعادله سلبا مع نظيره البرازيلي في عقر داره في اللقاء الذي جرى بينهما في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لكرة القدم ضمن فعاليات أولمبياد ريو 2016. وواجه النجم البرازيلي نيمار وزملائه صيحات الاستهجان من قبل نحو 65 ألف متفرج لعجزهم عن هز الشباك العراقية على مدار شوطي المباراة التي جرت بينهما. ولم تمكن منتخب البرازيل الباحث عن أول لقب أولمبي في تاريخه من مهمته في تحقيق الحلم بالفوز بذهبية النسخة 31 للألعاب الأولمبية أيضا التي تقام حاليا على أرضه في مدينة ريو دي جانيريو. أخيرا أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم استغنائه عن مدربه روبرتو مانشيني وسط تقارير صحفية تفيد بأن الهولندي فرانك دي بوروس يخلفه. وقال النادي في بيان رسمي نشر على موقعه الرسمي على الانترنت أن النادي يؤكد أنه فض الشراكة بينه وبين المدرب روبرتو مانشيني بالتراضي، وتولى الإيطالي مانشيني تدريب إنتر ميلان منذ 2014 وكان قد دربه لفترة سابقة بين عامي 2004 2008.